احسنت ربي. هل كلمتان جدًا؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم والنجدين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هل نرس زد خر من دونهنس وخا جمانش في نص الحر؟ بمعنى انش من يعجب الذنوب جن، انش من يعجب الذنوب اللي يسنى هذا ما جن. هل نبت فرب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ هو ما يفهم السيس التعمبر السيس التوري كرهو هو الظرد مش الدخيرة. يا كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أتي خلت نست من ذن هات سيزني عمرين سيزا سيزني تذكر ربي. وكان لفظه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هو حديثة إلي العدد لدك إجت الحقيقة الذكر الطف الحديث نس مش لفظ الفخيرة يزيدا وأن يوفى ليت عمري من صدك ربي أبي ويكرهو الداير طبيب سيدنا خلق صديقة ربي. خصوصا رمضان، رمضان هذه قرب انتهى، هذا موسم الخيرية تمروا الخيرية والسبب يسر بارين للخيرية أي لم يوفى خلق أثني عمرا صديقة ربي أترك رسول أمي أي سيبوت خلق صديقة ربي سيبوت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هن أرسل سيدنا ربي الدنوب وخلاني درن أحمد تخبر ربي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد آن الأوان أن أدني عنان أن أدني عنان القلم وأستغفر الله ما زلت به القدم ووقع لي في هذا الشرح من الزلل والخطأ ملتمسا ممن وقف عليه من الفضلاء أن يعني يسد بسداد فضله ما عثر عليه من الخلل. فالمتصف بدين التأليف والمعتني بالتصنيف ولو بلغ السهاكنها إذا صمت فقد استهلك ومن انصف أسعد ولله در بعض الأكياس حيث قال من صمت فقد وضع عقله في طبق وعرضه على الناس لا سيما من كان مثلي قادرا بالضعف في كل علم وصناعة على أني والله عز وجل يعلم في أكبر مدة جميله في كرم وجل مع قلة المعين والناصر والمنبه والمذاكر فإن تصفح الناظر فيه الغلط قد يصفح ولا يبني منه ناس بلا غالط يفرحون وليصلح ما يجده فاسدا فإن الله تعالى ضمرة قال فيه يفسدون في الأرض ولا يصلحون والله أسأل أن يجعل هذا الشرح وسيلة إلى الرضا والجنة ويحول بيننا وبين النار ويرتب بجنة وكما من به يتبقى حسنة منا قال مؤلفه وقد فرحت من تأليفه وكتابته في يوم السبت سنة 1600 حامدا مصليا مسلما ومحوقنا ومحسبلا بعونه تعالى تم الجزء الخامس عشر من نشاط الساري وبه تم الكتاب والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده.